إنه القوة المسيطرة في لعبة التنس وأحد أعظم لاعبيها، كما أنه نجم عالمي ومدير حملات للأعمال الإنسانية، حتى أنه من ممثلي عالم الموضة. إن رحلة روجر فيدرر الانتقالية من كونه لاعباً صغيراً موهوباً في سويسرا إلى كونه أهم لاعبيها قد جعلته من أشهر نجوم الرياضة وأكثرهم تقديراً في العالم. بالنسبة إلي إنه حلم يتحقق، وما زلت حتى الآن أعجز عن تصديق الأمر، ولكن الناس يرونني بطريقة مختلفة، والآن حين يرونني ألعب يشعرون وكأنهم يرون الأسطورة في الملعب. لقد اختلف الأمر عما كان عليه في السابق، ومن الجلي أن الأوضاع قد اختلفت أيضا. كنت شديد الحركة وكنت إلى حد ما ناشطا على نحو مفرط، ودائما ما كان على والدي تهدئتي. كنت أضرب بالكرة أينما كان. كنا نسمع صوت ارتطام الكرة بالجدران لساعات. كان ذلك يظهر قوة الاحتمال لديه ومدى استمتاعه باللعب بالكرة. كان يحب أن يلعب بأي طريقة في الكرة. كان يلعب كرة القدم كما كان يلعب كرة الركبي وكرة الطاولة حين كان بالكاد في وسعه رؤية شبكة كرة الطاولة. حين بدأنا بتمضية المزيد من الوقت في نادي التنس، كان الجميع يقول إن الأمر عجيب، فقد كان يضرب الكرة بشكل ممتاز من صغره. لم ندرك أن موهبته ستجعله لاعب كرة مضرب مشهورا. لم نصدق ذلك حقا إلى أن أثبت نفسه في الملعب. قد يكون تواضع روبرت ولينت فيدرر منعهما من رؤية ابنهما كبطل منذ البداية، ولكن حين بلغ 8 من عمره كانت موهبته غير قابلة للشك. كان روجر مسجلا في نادي أولد بويز للتنس في بازل، وهي بلدة آل فيدرر الأم، وتقع في المنطقة الألمانية في سويسرا. كنت أتمرن هناك 3 مرات أسبوعياً، وكنت أحياناً أتمرن ضمن مجموعات، وقد كان ذلك مسلياً، كما كنت أتلقى دروساً خاصة لمدة 45 دقيقة يومياً. طالما كان لاعباً بارعاً في صغره، وقد كان أحد أفضل اللاعبين الصغار في سويسرا، ولكنه كان أشبه بفنان، فقد كان يلعب كثيراً ولم يكن كثير التركيز ربما. في نادي أولد بويز نمى روجر موهبته تحت إرشاد المدرب الأسترالي الشاب بيتر كارتر. كان فيدرر مولعاً ببيتر، وكانا يحبان السفر معاً، فقد كانا يلهوان ويتمرنان معاً، وكانت تلك فترة رائعة، وقد كان بيتر بالغ الأهمية في حياة روجر. كان تقدم روجر سريعاً، وفي سن 11 فاز بلقبه السويسري الوطني الأول، وبعد ذلك بسنتين كان بارعاً بما يكفي للمشاركة في الدورات الدولية. في تلك المرحلة اتخذ روجر أهم قرار في حياته، أراد مغادرة موطنه في سبيل تحقيق حلمه بأن يصبح لاعباً محترفاً. كان مركز التنس السويسري يضع في أكابرون في ضواحي لوزان، وحيث كانت تتدرب نخبة من اللاعبين الصغار. بالنسبة إلى ولد في 14 من عمره يغادر موطنه، كانت أكابرون شديدة الاختلاف عن بازل عاطفياً وثقافياً. كان سيصعب الأمر علي، وقد أدركت ذلك منذ البداية، ولكنني لم أدرك أن الأمور كانت ستصعب إلى ذلك الحد، حيث كنت أبكي كثيراً. كنت بعيداً عن المنزل وأستقل القطار ذهاباً وإياباً. أحمد الله على أني حظيت بعائلة لطيفة وبفريق جيد للاعتناء بي. كان شديد الحزن، وكان يواجه أولاً مشكلة اللغة التي كان يعجز عن فهمها، فقد كان عليه ارتياد مدارس فرنسية اللغة، ولم يكن يفهم أي شيء، وكانت التمارين قاسية للغاية، لذا فقد أرهق. كانت تلك بالفعل تجربة صعبة، ولكن لم يرد روجر التخلي عنها، ولم يقل لي أبداً أبي أود العودة إلى الوطن. أنا أحن إلى وطني وأعجز عن العيش هناك. كان مستعداً للقيام بأي شيء من أجل كرة المضرب. تمكن فيدرر من التغلب على حنينه للموطن بسرعة، أما مسألة السيطرة على عواطفه فقد تطلبت فترة أطول. كان يرمي المضارب ويضرب قدميه على أرض الملعب، وكان ينزعج عند خسارته أو عندما كانت المباريات لا تجري لصالحه. كان يصل إلى حد الجنون في الملعب، وإن نظرت إليه الآن فتعجز عن تصديق الأمر. لم نكن نغضب على فيدرر عند خسارته، ولكن ما كان يغضبنا تصرفاته نتيجة ذلك.
بصراحة كنت سيء الطباع في صغري، كنت أواجه صعوبة في البقاء قويا ذهنيا على الدوام، ودائما ما كنت أمر بالزلات حيث كنت أصاب بخيبة أو أصبح شديد الغضب والحزن، وكانت عواطفي متقلبة على الدوام، وقد كان اللاعبون الآخرون يتوقعون مني ذلك، فكانوا يقولون إن تفوقت على روجر فسينهار في النهاية ويواجه نوبة لعشر دقائق حيث لن يكون قادرا على السيطرة على نفسه. تطور روجر كثيرا خلال السنوات الثلاث التي قضاها في مركز التنس المحلي، وقد غدا أحد أفضل المبتدئين في اللعبة، وفي سن 16 زار المقاطعة التي عرفت عنه بكونه لاعب كرة مضرب للمرة الأولى. لم أتمكن من تصديق أنني نجحت في الوصول إلى ويمبلدون، كان كل ما أحققه في حينها شديد الأهمية. كنت متوتراً للغاية في الجولة الأولى لدرجة عجزي عن اللعب، وقد طلبت من الحكم تفقد الشبكة للتأكد من أنها لم تكن مرتفعة أكثر مما يجب، فذهب لتفقدها وعاد قائلاً إنها جيدة، وبالطبع كانت كذلك، ففي ويمبلدون لا تقترف أخطاء كتلك، وقد اختبرت الكثير من المواقف المضحكة في ويمبلدون لأن ذلك كان يعني لي الكثير. في الدورة عينها التي احتفل خلالها بيت سامبراس بفوزه باللقب الخامس في مسيرته، تبع روجر خطى بيورن بورغ وستيفان أدبر، وأصبح بطل دورة ويمبلدون للناشئين. كان ذلك انتصاره الأكبر حتى ذلك الوقت. أتذكر أمراً واحداً ما زلت أندم عليه قليلاً حتى اليوم. دعيت لحضور عشاء الأبطال في تلك الليلة، ولكنني لم أحضره لأنني أردت التحضر من أجل جولتي الأولى في أوروبا. قد يكون الناس ظنوا أني كنت محقاً في ذلك، ولكن في الوقت عينه لم أكن أدري إن كنت سأدعى من جديد إلى عشاء الأبطال على الإطلاق. كونه بطل العالم للناشئين كان على روجر اتخاذ قرار مهني صعب. وفي سن 17 انضم إلى فئة المحترفين. كانت تلك لعبة مختلفة تماماً. بصراحة كان الأمر مخيفاً في البداية، كنت أنظر إلى خصومي وأقول في نفسي إن هؤلاء الشبان قد نما شعر لحاهم، فهم كبار وأقوياء ويكبرونني 15 عاماً، كيف سأتمكن من النجاح؟ كان يحترم الناس كثيراً، كنت أتفق معه جيداً، كان يحترمني جداً ويقدرني، كان عليه أن يطور نفسه وأن يحصل على الخبرة في الجولة، كما كان عليه أن يقوي نفسه ذهنياً، وقد حقق ذلك في السنتين التاليتين، وكان يحرز التقدم تدريجياً. وصل فيدرر إلى نهائي إحدى دورات الـ ATP بالتنس، وذلك عام 2000 في مارسيليا. على الرغم من خبرته الضعيفة، فقد تقدم روجر خلال السنة ونصف السنة الأولى لكونه محترفاً حتى يصبح أصغر لاعب على لائحة أفضل 100 لاعب في العالم. وفي النهائي فقد واجه مارك روسي عضو فريق كأس ديفيز السويسري، وكان يكبر فيدرر بـ 11 عاماً. كانت المنافسة كبيرة، فقد ربحت بنتيجة 7-6 في الشوط الثالث. أظن أنه كان في 18 أو 19 من عمره في ذلك الوقت، وربما فكر في أنه قد لا يتمكن من الوصول إلى نهائيات اتحاد كرة المضرب للمحترفين من جديد. أدرك في موسمه الثالث كمحترف أن الموهبة وحدها لن تكون كافية، وجاء الحل على شكل التحضير الجسدي، وقد أوكل صديق قديم بتلك المهمة وهو بيير باغانيني الذي كان مدربه على التحمل في مركز التنس المحلي. كان يجيد اللعب حينها بطريقة مذهلة، ومن الصحيح أن قدراته الرياضية لم تكن تعادل مهاراته في اللعب التي كانت تتحسن بسرعة، وقررنا اتباع مخطط ل3 سنوات لتطوير كفاءته الرياضية. كان يجب أن يتمكن الرياضي من العمل إلى أقصى حد كي يكتشف قدراته الكاملة، وكان عليه أيضاً ضبط حركات ساقيه، لذا فقد قمنا بتمارين محددة للعمل على أسلوب تحركه، وقد أنجزناها على عدة مراحل تمتد كل منها ل3 أو 4 أسابيع، وقد أعدنا التمارين 3 مرات سنوياً في الأعوام 2000 و2001 و2002.
اشترك فيدرر في موسم عام 2001 وكان محضرا أكثر من السابق بكثير، وقد بدأ بجني مكاسب عمله المجهد على الفور تقريبا. وقد وصل روجر إلى المباراة النهائية في إحدى دورات الـ ATP للمرة الأولى في ميلان. كانت المباراة هامة بالنسبة إلي لأنني رحت أتساءل متى سأفوز بلقب الأول، وبدأت التفكير في تلك الطريقة وأصبحت الأفكار مشوشة في ذهني، وقد فكرت أيضا في أني قد أصبح أحد أولئك الشبان الذين لم يتمكنوا قط من إثبات مواهبهم. وهكذا خفف الفوز في ميلان عني، فقد كان بإمكاني القول إنه مهما حدث بعد ذلك فسبق أن حصلت على اللقب وأصبحت على لائحة اللاعبين المتفوقين. بعد أن صار محترفاً تدرب فيدرر على يد اللاعب السويدي المحترف السابق بيتر لانغرن الذي كان قد درب مارسيلو ريس ليحقق بطولة العالم. مبدئياً كان بإمكاننا التحدث في أي موضوع، وكنت أكن له احتراماً كبيراً كلاعب، كنت أثق به لأنه كان خبيراً في اللعبة ويدرك ما يفعله. كان علي فقط أن أبقيه مركزاً وأن أرفع من معنوياته وأن أعمل على نقاط ضعفه. كانت ضربات ظاهر اليد مقبولة لديه، وكان أحياناً يحرف الكرة بضرباته بسبب ضعف ساقيه حينها. عملنا على أمور عديدة. يراه المراقبون صراعاً بين قطبين، بين السلتيك والغريم التقليدي غلاسكو رينجرز، ونراه نحن وجهاً آخر للكرة البريطانية، مبهر، ساخن، عنيف وساحر. الدوري الاسكتلندي على أبوظبي الرياضية طعم آخر للكرة في موطنها الأم. أحياناً نستطيع أن نصنع هدفاً لنتحدى به أقوى وأعلى وأعمق بقاع العالم، بأدق التفاصيل، كفريق واحد. الرياضة حول العالم على أبو ظبي الرياضية. عالم السرعة، احجز مقعدك الآن على أبو ظبي الرياضية. بعد فوزه ببطولة المبتدئين عام 98 لم يفز فيدرر بأي مباراة في ويمبلدون، ولكن في صيف عام 2001 اشترك بالبطولة بأفضل حالته خلال مسيرته المهنية، وقد لعب مباراته الأولى في ملعب التنس الرئيس، ولم يكن خصما عاديا. بعد أن فاز في 7 بطولات من أصل 8 بطولات الأخيرة في ملعب ويمبلدون، كان سامبراس سيد اللعبة. شاهدت المباراة التي تعادل فيها مع خصمه والشوط الرابع الذي لعبه بيت سامبراس في ملعب ويمبلدون، وبصراحة كنت أظن لسبب ما أنه في وسع التغلب عليه. فدخلت الملعب وكانت تلك المرة الأولى التي ألعب فيها في ويمبلدون ضد سامبراس. كنت شديد التوتر والخوف وكانت يداي تتعرقان، وكنت أعجز عن تصديق أنني سألعب في الملعب الرئيسي ضده، لكنني تخطيت الأمر بسهولة. توقفت عن التفكير في هوية خصمي وفي النتيجة وما إلى هنالك، ورحت أحاول الفوز في كل ضربة. في الواقع لعبت بشكل جيد، لا أشعر بأنني كنت ضعيفاً في اللعب. أما بالنسبة إلى روجر فقد فوجئت باستهلاله ورده للضربات. يا
كانت ضربته الثانية مذهلة وقد تحلى بالشجاعة لتنفيذها، ولعب على طريقة سامبريس في الضرب ضده هو بنفسه. أدركت في الواقع أنني قد أعدت الضربة الاستهلالية بشكل جيد، كان ذلك أمرا مهما في ويمبلدون ضد سامبريس. أتذكر أنني عانيت من نقطة ضعف في استهلال الضربة في المباراة، أما هو فقد أحسن الضربة الأمامية من الوسط. بعد 5 مجموعات رائعة أحرز فيدرر النقطة التي أربحته المباراة. في النهاية استوعبت كل شيء، لقد لعب أكثر المباريات روعة وأدركت أهمية ويمبلدون التي تحول لاعبي التنس إلى نجوم. كانت تلك خسارة صعبة لأنها كانت ستشكل خسارتي الخامسة، وقد هزمني هو ونجح في منعي من الفوز. بدأ روجر مسترخيا طوال اللعب وحتى النهاية، ولكن بالطبع حين أحرز ضربة الفوز فقد أظهر مشاعره، وعندها راحت الجماهير تفكر في أن النجم الجديد قد وصل وقد هزم اللاعب الأفضل في العالم، وأظن أن معظم الناس قد فكروا في أنه سيشكل بطلا جديدا. انتشر خبر فوزه في الصحف حول العالم. لقد قضي على سامبريس، ولكن هل يمكن لروجر الحلول مكانه؟ بعد التغلب على سامبريس كان يفترض بي هزم هانمان، ولكنني كنت في 20 من عمري، لذا لم يكن بإمكاني توقع الكثير، ولكني كنت أتوقع الفوز على هانمان. كانت الخسارة صعبة جدا علي، إن نظرتم إلى المصافحة بعد خسارتي فستتمكنون من رؤية ذلك، ولكن تيم غدا اليوم أحد أقرب الأصدقاء لي في الجولات، لذا فأنا أشعر بالسوء بسبب ما فعلت. لا أعلم إن كان شديد الغضب بسبب الضربة التي أضاعها، ولكنه كان ينظر إلى حقيبته فيما كان يصافحني، وكانت تلك على الأرجح آخر حركة له تنافي مبادئ الروح الرياضية. على الرغم من خسارته في الربع النهائي، فإن تغلب فيدرر على سامبريس قد جعله في محط أنظار وسائل الإعلام، حتى أن الشعب السويسري المتحفظ كرم إنجازه بسرعة. احتل روجر بعدها المركز 13 في العالم، ولكن لم يكن قد انتهى من تحقيق نجاحاته. ومن ناحية أخرى كان على وشك السيطرة على إظهار إحباطه في الملعب. لقد خسر الضربة الحاسمة في المباراة، فحطم مضربه وقال بعدها: حسناً، إن هذا آخر مضرب أحطمه خلال مهنتي. اتخذ قراره بذلك الشكل، وبعد تلك اللحظة لم يكسر أي مضرب قط. أظن أن ذلك يظهر مدى قوة ذهنه، لأنه قد اتخذ قراراً وبقي عليه. استغرقت وقتاً طويلاً كي أتخذ القرار بأن أبقى هادئاً ولا أتفوه بالكلام البذيء، وقد نفذت ذلك في الواقع، ولكني بلغت كثيراً، فقد وصلت إلى مرحلة الهدوء المفرط. كنت أخفي مشاعري، وهكذا رحت أتصرف بطريقة طبيعية عند إحراز أفضل وأسوأ الضربات. عجزت عن تصديق نفسي بعد ذلك، فقد كانت مشاعري قد اختفت كلها. في النهاية قررت استرجاع مشاعري والعمل على عواطفي في الملعب. تطلب الأمر مني 3 سنوات حتى أتمكن من التصرف بشكل جيد، وحين فعلت بدأت بتحقيق النتائج الجيدة مثل الفوز في هامبورغ عام 2002. في إحدى دورات الماسترز في ألمانيا ظهرت براعة فيدرر عبر السرعة والرشاقة والتوازن، وقد كانت الضربات متناسقة كلها. وفي المباراة النهائية
ترك مارات سافين محطما ومشوشا بعد أن سلبه فيدرر لقبه الثالث في بطولة الاي تي بي، وأكثر ما أفرحه وأرضاه كان تغلبه عليه بفارق كبير. لعب بشكل مذهل، وقال مارات إنه لم يكن يملك فرصة للفوز، فقد حاول كل الطرق وكان يلقى الرد عليها، وهذا ما كان يميز فيدرر. بعد أن كان قد قضى وقته بعيداً عن موطنه يعاني من الوحدة والحنين، بدأ فيدرر بالاستمتاع في حياة لاعبي التنس المحترفين. وحين اقتربت نهاية لاعبي جيل سامبراس وأغاسي، شكل فيدرر جزءاً من الجيل الجديد. ولكن السؤال المطروح كان، هل بإمكانه الانتقال من كونه مصنفاً من بين أفضل 10 لاعبين في العالم إلى مستوى جديد؟ هل بإمكانه تحقيق إحدى الدورات الأربع الكبرى؟ كانت الإجابة المباشرة نافية. بعد 12 شهراً من انتصاره المعروف على سامبراس بنتيجة متقلبة في الملعب الرئيس في ويمبلدون، عانى فيدرر من صدمة خلال الاستراحة ما بعد الجولة الأولى. ولكن الخسارة الكبيرة في اللعبة قد فسرت عند وصول الأخبار المفجعة من جنوب أفريقيا بعد أسبوعين. إن وفاة بيتر كارتر الذي كان مدرب ومعلم روجر في صغره جراء حادث سيارة قد أثر كثيرا على روجر كما على أفراد عائلته. كانت تلك صدمة كبيرة بالنسبة إليه، لأنه كان يقدر بيتر ويحبه لنفسيته ولشخصه ولأسلوبه في التدريب. أظن أن فيدرر قد تقبل الأمر بصعوبة مثلي تماماً. كان الأمر صعباً على كل منا. لم يشارك في الدورة التالية، وقد عاد إلى بيزل مباشرة لحضور الجنازة. أظن أن تلك كانت واحدة من أكبر الصدمات التي تلقاها فيدرر في شبابه. خلال موسم 2003 كان هدفه تحقيق تحسين في نقاطه في دورة الجراند سلام، وخلال 16 ظهوراً في مباريات الجراند سلام تمكن روجر من الوصول إلى مبارتين من الربع النهائي فقط. بعد استيائه خلال الجولة الأولى في السنة السابقة، كان من الطبيعي أن يكون حذراً في بطولة ويمبلدون عام 2003. كنت أشعر بالثقة بالنفس وبالضغط في آن واحد، لأنني كنت أتذكر ما حصل في السنة السابقة وكم كان الأمر مخيباً، فقد خيب ظن والدي وممولي ومدربي وحبيبتي. كان الأمر صعباً، لذا اشتركت تلك السنة للتعويض عن كل ما حدث. كنت قد خسرت قبلها في الدور الأول من بطولة فرنسا المفتوحة، حيث راح الناس يسألونني إن كنت سأصبح أحد اللاعبين الذين لم يتمكنوا من إثبات موهبتهم، لذا كنت أشعر بالكثير من الضغوط، ولكن بعد بدء الدورة بدأت بالتحسن. في هذه المرة كان يتحلى بالمزاج المعتدل وبالموهبة والرشاقة، وقد حقق روجر تقدماً سريعاً على لائحة الترتيب. لقد تغلب على النحس في الربع النهائي أخيراً، وتمكن من اللعب للمرة الأولى في النصف النهائي في الجراند سلام ضد أندي روديك. وبما أن مبارتي النصف النهائي الثانيتين ستكونان ضد سيباستيان غروجون ومارك فيليبوسيس اللذان يعتبران أضعف من سابقيهما بكثير، فسيكون روجر المرشح الأول للفوز باللقب. كان الجميع يتحدثون عن أندي لأنه كان قد فاز في كوينز. في الواقع كنت ألعب ضده بثقة كبيرة لأنني سبق أن هزمته في الماضي. لا يمكن لأحد أن يلعب أفضل من ذلك. لم أتوقع أن يفوز بسهولة. سيطر تماماً على اللعب. Six three.
حين هزمته بفارق كبير شعرت بأنني كنت أعلم أني قادر على ذلك، ولكن المشاهدين كانوا مندهشين، فقد أثبتت مهارتي من جديد في الملعب الرئيسي. كانت تلك المرة الأولى التي أشارك خلالها في نهائي الجراند سلام، لذا فقد كانت تلك خطوة كبيرة بالنسبة إلي. لقد أثبتت لعالم التنس مدى براعتي عبر الفوز على سامبرس ورودك في نصف النهائي. تأهل روجر للمباراة النهائية في إحدى بطولات الجراند سلام للمرة الأولى، وكانت حياته على وشك التبدل إلى الأبد.